لكم طلاب الصف الثاني الثانوي في ماده مراجعه تطبيقات الرياضه. طبعا النهارده هنركز على حته محصله عده قوى. بيقول لك اذا كانت القوى الاولانيه 2 س ناقص 3 ص، القوى الثانيه 4 س ناقص 8 ص، المحصله 2 ا س ناقص 3 ب ص، عايز ا زائد. طب هنا المحصله هتجمع السينات وهتجمع الصادات. 2 س و4 س اهو، سالب 2 ص وسالب 8 ص اهو، 2 و4 6، سالب 2 سالب 8 اللي هي سالب 10. المحصله اللي هي 2 ا س ناقص 3 ب ص هتساوي مركب السيناء بالمركب السيناء، يعني 2 ا بتساوي 6 يعني ا ب 3، وسالب 3 ب بتساوي سالب 10 يعني ب هتساوي 10 على 3. وعايز ا زائد ب، 3 زائد 10 على 3 اللي هي 19 على 3 اللي هي 6 وثلث. طيب اذا اثرت القوه ق1 4 س زائد 5 ص، ق2 ا س ناقص 7 ص، ق3 3 س زائد ب ص في نقطه ماديه ومتزنه. متزنه المحصله بتساوي صفر، وعايز ا زائد 2 ب. طبعا هنجمع القوه، نجمع 4 و ا و3 زي المثال اللي فات اللي هي المركبات السينيه، و5 وسالب 7 وب المركبات الصاديه، 4 و3 7 زائد ا، 5 ناقص 7 سالب 2 والب هتنزل. متزنه يبقى المحصله بتساوي صفر، المركبه السينيه بتساوي صفر، المركبه الصاديه بتساوي صفر. يعني 7 ا 7 زائد ا بتساوي صفر، يعني ا سالب 7 وب ناقص 2 بتساوي صفر، يعني ب بكام؟ ب 2. وعايز ا زائد 2 ب، ا سالب 7 زائد 2 في الب اللي هي ب 2، هيطلع المجموع بسالب 3. نيجي للسؤال اللي بعد كده، بيقول لك اذا كان ق1 بتساوي 5 زائد 3 ص، وق2 ا س زائد 6 ص، وق3 سالب 14 س زائد ب ص، المحصله متدلك بالصوره الكوبيه 10 غازل 2 و3 باي على 4. فين ا وب بتساوي؟ مديك اختيارات. طبعا هنجيب المحصله عادي جدا، 5 و ا وسالب 14 و3 و6 وب اهي، 5 وسالب 14 بسالب 9 وال ا هتنزل، 3 زائد 6 9 وب هتنزل. هنا مديك المحصله بالصوره الكوبيه. طبعا المركبه في اتجاه السينات بتبقى المعيار جتا الزاويه، 10 جذر 2 جتا 3 باي على 4 تعوض عن باي هنا ب 180، يبقى 3 في 180 على 4 تطلع 135، تضرب 10 جذر 2 جتا 135 تديك سالب 10، هنا 10 جذر 2 جتا 135 هتطلع موجب 10. المحصله دي هي المحصله دي، يعني ا ناقص 9 بتساوي سالب 10، و9 زائد ب بتساوي كام؟ 10. الالف هتطلع بسالب 1 والب هتطلع ب 1، يعني الالف والب بسالب 1 و 1 الاختيار الاول. بيقول لك ثلاث قوى مستوى متلاقيه في نقطه ومتزنه، فاذا كانت القوتين 7 و3 فان مقدار القوه الثالثه يمكن ان يكون ده ولا ده ولا ده. طبعا ما دام القوه متزنه يبقى القوه الثالثه تنحصر او تعتبر المحصله بتاعتهم المحصله تنحصر بين المجموع والفرق. مجموع ال7 و3 10 والفرق بينهم كام؟ 4. يبقى القوه الثالثه تنحصر بين 4 و10، انهي قوه في دول تنحصر بين 4 و10 اللي هي القوه اللي مقدارها كام؟ 5. وشكرا لكم.